في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم في حوار الساعة مع المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية. ما هو موقف 17 مجمع صناعي أنشأتها الدولة باستثمارات 10 مليارات جنيه؟ وكم تبلغ نسب الإشغالات في 5045 وحدة صناعية للشباب؟ وما هي آليات تخصيص الوحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ولماذا اختصتها الدولة بحوافز ومميزات مذهلة وخاصة في الصعيد؟ وما هي ضوابط التقنين الجديدة للمنشآت الصناعية؟ انت بتسلموا الوحدة ايجار وتقول له مش هاخد منك ايجار 4-9 شهور او 6 شهور؟ احنا بنحاول نساعده، وإلا ما كناش بدأنا من الاول لا بالاسعار دي ولا بالايجارات دي ولا بالتيسيرات دي. وحصريا الجدعان في ترسانة البحر الأحمر العملاقة، أسسها الخبير مصطفى الدجيشي لتصنيع اليخوت الملكية والمراكب وقاطرات قناة السويس. ولأول مرة أسرار تطبيق منظومة التكويد لتصدير 6.5 مليون طن حاصلات زراعية. كم محصول مكود النهاردة يا باشمهندس؟ 12 محصول. وتشاهدون محمد عبد المقصود يمتلك 6 فنادق عملاقة في البحر الأحمر، ورامي الدجيشي يمتلك فندق بحري عائم 5 نجوم. وانتظروا أحمد الريان صاحب أول منشأة في المجمع الصناعي بالغردقة. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصريا على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.